بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المتابعون الكرام، أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، سلام الله عليكم رحمة منه تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بالخير والمسرات ضمن هذه الانطلاقات المميزة، الانطلاقات الصباحية الجميلة في هذا اليوم، يوم الثلاثاء 28 من شهر نوفمبر لعام 2023 للميلاد، في يوم خصص لسن الجذاع ضمن انطلاقات هذا المهرجان، مهرجان المؤسس طيب الله ثراه واسكنه فسيح جناته يا رب العالمين. شوطنا ينطلق بأسماء المميزة، الشوط 19 الخاص بالجذاع الابكار، 6 كيلومترات هي الرحلة المصاحبة لهذه الذلل الأصايل. مباشرة نبحر نحن وإياكم مع مقدمة الشوط، البداية الأولى لكي نتابع نحن وإياكم الخمس المراكز الأولى. صعايب على البداية، نايف بن مبارك النعيمي على المركز الأول يقدم لنا صعايب في هذه الأثناء على المركز الأول. المركز الثاني نتابع في هذه اللحظات بشاير ناصر بن محمد المريزيق المري الحاضر على المركز الثاني يقدم لنا حضور بشاير. المركز الثالث نتابع في هذه اللحظات القادمة الجميلية، فيصل بن هادي بن فيصل العجب الشهواني الحاضر على المركز الثالث يقدم لنا انطلاقة الجميلية. رابعا أيها المتابعون الكرام، وصلت الأسماء، قادم قرار صالح بن راشد بن صالح الدعب النابت القادم على المركز الرابع. المركز الخامس نختم به نداونا في هذه الأثناء اللي حضرت وانطلقت مدح محمد بن ناصر بن حطاب الكعبي. هكذا أيها المتابعون الكرام، عبر قناة ريان، عبر الأثير فم، الخمس المراكز الأولى حاضرة في هذه اللحظات، أذعتها على مسامعكم أول مسامعكم الكريمة في منافسة جميلة أخوية، في منافسة تراثية جميلة ضمن انطلاقات هذه الرياضة الغالية على قلوبنا، رياضة الهجن العربية الأصيلة. وفي هذا المحفل الكبير، هذا المهرجان، مهرجان المؤسس طيب الله ثرى، عودة مباشرة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى الأداء الممتاز لهذه اللحظات. من غيرت على البداية الجميلية، فيصل بن هادي العجب الشهواني قائدا للمسيرة يقدم لنا حضور وانطلاق الجميلية، بينما المركز الثاني من الجانب الأيمن الحاضر صعايب نايف بن مبارك النعيمي الحاضر على المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث نتابع أيها المتابعون الكرام، الحاضر على المركز الثالث قادمة ومنطلقة بحضور بشاير ناصر بن محمد المريزيق المري على المركز الثالث، يحضر المريزيق وشعاره القادم على المركز الثالث. المركز الرابع العيد حضر، اول ندى لشعار العيد مع بشاير عبد الله بن سعيد العيد الحاضر في هذه اللحظات يقدم لنا اسمع. المركز الرابع بدأ بالحضور، بدأ بالمنافسة، يحضر وهو شعار المميز. المركز الخامس الله يا سلام، حضرت مدح محمد بن ناصر بن حطاب الكعبي يقدم لنا مدح في هذه الأثناء، تنضم إلى الخمس المراكز الأولى هنا في منافسة شريفة، تحضر في هذه اللحظات في موقع جميل إلى هذه الأثناء، خمسة مراكز في مكان واحد تقريبا حاضرة من أجل الناموس الغالي. وأي ناموس؟ ناموس هنا يحمل اسم مهرجان المؤسس طيب الله ثراه. الله
الله الله الله، هذه هي الخمس وما خلف الخمس، أسماء حاضرة قوية أراها بالعين المجردة تحضر الأجذاع هنا في هذه الأثناء. أعود مباشرة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى الجميلية فيصل بن هادي بن فيصل العجب الشهواني حاضر لنا على المركز الأول، ولكن العيدة قادما تسلل إلى البداية، يقدم لنا بشاير عبد الله بن سعيد بن محمد العيدة المنطلق على المركز الأول، يقدم لنا حضور بشاير بشاير بشاير. المركز الثالث أتابع الحضور مد حاضرة محمد بن ناصر بن حطاب الكعبي، يقدمها لنا الكعبي هنا مع انطلاقة مدح في هذه اللحظات. من الاسم اللي وصلنا في هذه الأثناء؟ مرحبا بهذا الحضور القادم، طلة طلت علينا طلة، مبارك بن سهيل الكتبي، مرحبا بالضيوف، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بأبناء دولة الإمارات العربية المتحدة. القادم الكتبي شعاره يقدم لنا حضوره وانطلاق الطلة، مبارك بن سهيل بن غانم الكتبي. المركز الرابع أتابع في هذه اللحظات من الجانب الأيمن الحاضر الجميلية فيصل بن هادي العجب الشهواني. خامسا أيها المتابعون الكرام، اللي حضرت أوصلت بشاير ناصر بن محمد بن ناصر المريزيق المري. أعود مباشرة إلى مقدمة الشوط، إلى البداية، إلى العيدة، الحاضر المنطلق على المركز الأول وشعاره المميز على البداية، ولكن الخطر ثم الخطر من طلة 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 انطلقت على المركز الأول، تحضر بشعار الكتبي مبارك بن سهيل بن مبارك بن غانم الكتبي المنطلق على البداية، يقدم لنا طلة، ولكن يا الكتبي تجاوزنا لائحة الكيلو الأخير، الكيلو النهائي، كيلو واحد بس يفصلنا عن الناموس الغالي وعن مادة الزعفران. الله 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 الله. المركز الثاني العيدة مع بشاير عبد الله بن سعيد العيدة، حضرت ايضا ايها المتابعون مدح 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 محمد بن ناصر بن حطاب الكعبي. القادمة على المركز الرابع احتفال عبد الهادي بن جابر بن حذقين المري. المركز الخامس وصلت الاسماء القادمة، سيوف عبد الله بن راشد بن زيد بن انديل المري، ولكن طلة محلها الطلة، طلة انطلقت الى البداية، طلتها على المركز الاول غير، والكتبي اداء غير، انطلق مع الامتار خيره. الله يا السلام يا سلام، طلة بشاير اي صراع ثنائي، انطلقت طلة 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 على البداية، ما شاء الله عليها اداء اسطوري، مبارك بن سهيل بن غانم الكتبي، ولكن بشاير العيدة يا السلام، عبد الله بن سعيد بن محمد العيدة بطل بطل بطل، متحدي دائما حاضرا، هذا الشعار المميز شعار العيدة عبد الله بن سعيد العيدة، سلام يا العيدة سلام على فوز بشاير. المركز الثاني طلة مبارك بن سهيل الكتبي. المركز الثالث شعار مدحة لحمد بن محمد بن سالم الويب. المركز الرابع شعار مدح لمحمد بن ناصر الكتبي الكعبي. المركز الخامس، المركز الخامس شعار سيوف عبد الله بن راشد بن زيد بن انديل المري، تهانينا والناموس على فوز العيدة مع انطلاقة بشاير وانتزاع لهذا الشوط عبد الله بن سعيد بن محمد العيدة بطل هذا الشوط بأداء مميز ما شاء الله، كما تشاهدون ملخص شوطه أداء بشاير وفوزها بهذا الشوط منتجعها من خلال أداء شعار العيد المميز الذي عودنا عليه. توقيت أجزاء من 9 دقائق 32 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهنينا لك يا عبد الله بن سعيد العيدة. المركز الثاني طلة مبارك بن سهيل الكتبي، 9 دقائق 32 ثانية 62 جزءا من الثانية. المركز الثالث محمد بن ناصر بن حطاب الكعبي، مدح دخول الفوت فينش
مشكور يا مخرجنا تانين والناموس على فوز مدح محمد بن ناصر الكعبي. 6:37 جزئين من الثانية تانين والناموس، ورابعا هناك شعار مدح لحمد بن محمد بن سالم الوهيبي تانين والناموس لجميع الفائزين.